إحدى قصص مونديال قطر 2022 تجلس في المدرجات وأمام أنظارنا زوجات نجوم المونديال وتشجيعهم لأزواجهم، لكن هل تساءلت يوما عن حياتهم الشخصية؟ وكم تبلغ ثروتهم المالية؟ في ظل هذا الفيديو سنسرد لك أهم زوجات نجوم المونديال من حيث الثروة والمال. فيكتوريا الملهمة. على خطى فيكتوريا بيكام زوجة النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكام، التي رسخت في الأذهان والعقول صورة المرأة القوية صاحبة المال والأعمال. بعد أن بدأت حياتها كمطربة وصاحبة مشاريع اقتصادية متوسطة قبل أن تفتح لها أبواب المال والشهرة على مصراعيها أكثر بزواجها من ديفيد بيكام، ليشكل الثنائي جزءاً لا يستهان به من عالم المال والدعاية. وأصبحت فيكتوريا بعد زواجها من بيكام واحدة من أشهر سيدات الأعمال حول العالم في مجال الأزياء والموضة، وصاحبة العديد من الشركات، وهي الأغنى على الإطلاق بثروة تبلغ 360 مليون جنيه استرليني، لتسير على خطاها العديد من زوجات ونجوم عالم المستديرة، لتنتقل المنافسة من داخل المستطيل الأخضر إلى خارجه. جورجينا رودريغيز. جورجينا ذات الأصول الأرجنتينية التي ارتبطت بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تعتبر واحدة من أشهر عارضات الأزياء في العالم، تربح سنوياً قرابة 17 مليون دولار، والجزء الأكبر من أرباحها يأتي عن طريق الإعلانات على حسابها على إنستغرام، حيث يصل متابعوها إلى حوالي 39 مليون و200 ألف متابع، كما أنه يرتفع عدد متابعيها بشكل كبير في وقت قصير، في حين تخطى رونالدو نصف المليار متابع، ويصل عدد المعجبين بمنشوراتها إلى أكثر من مليوني إعجاب، ما يجعلها وجها دعائيا مميزا ومطلوبا للغاية لكبرى العلامات التجارية. لذلك فإن سعر إعلان واحد لجورجينا على إنستغرام يبدأ من 46 ألف دولار حتى 92 ألف دولار، وصنفت كواحدة من أكثر السيدات تأثيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتبلغ صافي ثروتها قرابة 85 مليون دولار، أغلبها عن طريق إعلاناتها للعلامات التجارية الكبرى في الأزياء والنظارات الشمسية. وتوقع خبراء ماليون أن تصل ثروة جورجينا الفعلية إلى 134 مليون دولار، استنادا على الزيادة المضطردة في عدد متابعيها وبالتالي زيادة قيمة كل إعلان. أنتونيلا روكوزو. أما زوجة البرغوثي ليونيل ميسي أنتونيلا روكوزو فتبلغ ثروتها 20 مليون دولار فقط، وهو رقم يتناسب مع المكاسب السنوية لها، إذ تربح 2.5 مليون دولار سنويا من وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى 0.5 مليون دولار مقابل الإعلانات. ويتابعها على إنستغرام قرابة 21 مليون و300 ألف دولار. وتعتبر شركات مستحضرات التجميل والحقائب النسائية هي أكثر الشركات التي تتودد لأنتونيلا لتمثل علامتهم التجارية، حيث تركت أنتونيلا دراسة طب الأسنان بعد زواجها من ميسي واتجهت إلى المشاريع الخاصة. وتستفيد زوجات اللاعبين من شهرة أزواجهن بشكل مباشر في تكوين ثرواتهن. فزوجة ميسي على علاقة وطيدة بزوجة نجم منتخب أوروغواي لويس سواريز، أحد أقرب الأصدقاء لميسي، لا سيما عندما تزامل في فريق برشلونة. ورغم وجود ليونيل ميسي مع فريقه باريس سان جيرمان في فرنسا، إلا أن أسرته تعيش في برشلونة وتنتقل بينها وبين باريس، حيث شاركت أنتونيلا مع سوفيا زوجة سواريز في افتتاح مشروع خاص بالملابس والأحذية باهظة الثمن في مدينة برشلونة. ذاع صيت العلامة التجارية الخاصة بأنتونيلا وصوفيا عندما حضر ميسي وسواريز افتتاح محل زوجتيهما في عام 2017. نجاح المشروع أدى إلى قيام الزوجتين بتدشين خط إنتاج خاص لهما في الأزياء والأحذية، وتقدر الثروة الصوفيا بثمانية مليون دولار. أناستاتشوريسكا. ودعونا لا ننسى مهندسة هداف برشلونة أنا زوجة النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، التي تحولت من لاعبة كاراتيه محترفة حائزة على العديد من الجوائز والميداليات إلى سيدة أعمال في مجال التغذية،
حيث أسست شركة فودزبيان، كما تقوم الآن بعمل إعلانات في ألمانيا وبولونيا عن التغذية الصحية، وتقدم برامج تدريبية في هذا المجال خصوصاً لممارسي الرياضة من الجنسين، ولها كتاب عن النمط الصحي قدمت فيه خبرتها في التغذية الصحية والتدريبات اليومية، وتقدر أرباحها السنوية بحوالي 5 ملايين دولار، فيما تبلغ ثروة زوجها 85 مليون دولار. كما صنفت كواحدة من أكثر السيدات تأثيراً في المجتمع البولوني، كما تقوم بشكل شبه يومي بعمل فيديوهات على حسابها على إنستغرام حول أهمية التغذية الصحية وضرورة أن يعيش الإنسان في نمط صحي سليم، حيث يتابعها 4,700,000 متابع، وتعتبر أغنى زوجة لاعب في مونديال قطر 2022 بثروة وصلت إلى 47 مليون دولار في العام الحالي. وأنت عزيزي متابع ستيب سبورت، كم تبلغ ثروتك الحالية؟ أخبرنا ذلك بالتعليقات.